حضرتك فكرتني بمتح، انت قلت متى 11، متى 12 المسيح يشير الى نفسه 3 مرات، هو ذا اعظم من الهيكل. وطبعا كونه اعظم من الهيكل يبقى اعظم من كل الكهنه. هو ذا اعظم من يونان ويونان نبي، هو ذا اعظم من سليمان وسليمان ملك. فكما ذكرنا هو الملك العظيم، الكاهن العظيم، النبي العظيم، أعظم من الهيكل، أعظم من يونان، أعظم من سليمان. يعني من خلال نبواته اللي تمت بحذافيرها برضو نستطيع أن نستشف أنه هو العالم بكل شيء. يعني صحيح. لاحظ كده مرة في الإنجيل المقدس بتشوف كلامه بتم بالتدقيق، يعني مزبوط. في أشياء عالم فيها مزبوط. وتمت أيضا مزبوط. تمام.